بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتداء أخي العزيز يعني كل الترحيب كل الشكر لكم على تواصلكم أولا، متابعتكم لما يدور يوميا في الميدان. مجلس النواب يعني إذا تكلمنا الآن عن مجلس النواب وقوة الشد العكسي، أي منظومة أي مؤسسة حتى أحيانا الأسرة تفاجأ أنه في داخلها أشخاص قد لا يعوا البرنامج أو لا يعوا الهدف المحدد للأسرة، قد ترى الآن أخذ منحى آخر وانتهج منهج مخالف للأسرة قد يعيق العمل. لذلك الأمر دائما يعني ما نتصور إن في أي مؤسسة وفي أي منظومة وفي أي مجتمع وفي أي وزارة وفي أي حتى القيادات العسكرية المنضبطة أحيانا تسير باتجاه معين إلا أنه تجد في داخلها من يسيء إما بقصد أو بغير قصد. هاي موجود يا حقيقة يعني الآن إذا إخواننا في الأردن يعلموا حقيقة إنه هنالك معيقات في بالنسبة لمؤسسة البرلمان. مؤسسة البرلمان هي من أهم المؤسسات حقيقة. إذا كان في نوع من التغييب لهذه المؤسسة فالمجتمع في مسؤول أيضا، المؤسسة نفسها أيضا في مسؤولية كبيرة عليها إذا توانت عن إفهام الآخرين منجزاتها وإطلاعهم عليها. قد يكون هذا الأمر في الإعلام الرسمي، بجوز إخواننا بتواجدوا في المجلس أيضا في إدارات إعلامية داخل المجلس قد تكون متوانية لأمر أو لآخر لسبب أو لآخر، هاي ما بعرف. وين ما جيت يا شيخ موجود، لكن حقيقة الآن المجلس كمؤسسة رسمية وشعبية وعملها رقابي تشريعي مش واضحة بالصورة الكاملة رغم وجود الكثير من المنجزات للأمان. يعني أحيانا في ناس ما بيعرف أنه في منجزات في مجلس النواب، في منجزات كبيرة. يعني الآن أنت بتتكلم في مسائل كثيرة، إذا تكلمت في الخط السير الأول للمجلس الناحية التشريعية فحزم كبيرة من القوانين والتشريعات أدرجت اتدخلت في الفترة الأخيرة مع تصحيح المنظومة القضائية. هاي المنظومة مهمة أيضا، المؤسسة القضائية مهمة بشكل كبير. إذا انضبطت هذه المؤسسة القضائية نوقف إذا انضبطت هذه المؤسسة القضائية أيضا في الأردن فالكثير من المؤسسات والأفراد لازم ينضبطوا. يعني كل واحد يعلم أنه الآن في عدالة، القضاء يعطي حقوق الآخرين حتى الضعفاء وهذا موجود حقيقة في المؤسسة القضائية. الوقت هنالك تسريع في إنجاز القضايا، هنالك تسريع في تنفيذها، هنالك تسريع في تحصيل حقوق الآخرين. هذه كل هذه التشريعات كل هذه المنظومة اللي تداخلت بعشرات القوانين للأمان الفترة هاي يتداخلها بعض العيوب، لكن حقيقة ما في إشي بيتم، ما في إشي بيكتمل. لابد من العيوب وين ما جيت، كل إنسان عنده عيوب، عنده جانب مظلم وجانب مضيء، المؤسسات أيضا فيها هذا الجانب، في تشريعات كثيرة. في العمل الجماعي يعني بين الأشخاص في متابعاتهم، يعني أنت بتتكلم عن مجموعات نيابية الآن مثلا كتل لجان كذا، في عمل حقيقة. وين إحنا بنقول إنه الدور الإعلامي مش غايب تماما لكن متنحي جانبا نوعا ما الآن، هاي الإشكالية الموجودة عندنا في المجلس. الدور الرقابي أيضا مهم جدا وإن كان بسيط في السنة الماضية، يعني وهذه كانت إحدى النقاط المثارة في اجتماع البارحة مع الزملاء وكذا. في أمور كثيرة حقيقة في مجلس الدور الإعلامي، مين اللي غيره؟ إحنا كإعلام ولا أنتم كمجلس؟ الآن أنت بدك تتكلم في يعني في طرحين، الإعلام الرسمي داخل المجلس، عرفت كيف؟ الإعلام الرسمي اللي هو إعلام الدولة كدولة، التلفزيون الأردني وملحقاته. عندك أيضا الإدارة الإعلامية داخل المجلس أيضا، هاي مهمة. يعني إحنا بين خطين أيضا. الآن بتيجي الإعلام الخاص أو المؤسسي الخاص أو شبه الخاص زي هذه المواقع أو المحطات أو كذا،
دائما سبحان الله في نوع من يعني الحذر بين كل مؤسسة وكل مجموعة من الأشخاص وبين الإعلام، يعني هذا يحذر من هذا وذاك يحذر من ذاك، يعني في نوع من كيف المسألة يعني فيها نوع من الترقب الشديد، إنه ممكن إنه أنا الآن ماشي في برنامج قد يكون هناك ثمت أخطاء في حال ظهوري في الشارع الآن هذه الهفوات. البعض الكثير الآن يفهم إنه الإعلام يتصيد الأخطاء، يقول لك كيف بدي أعمل أنا سبق صحفي أو كذا، إنه بدي خطأ على المجلس أو خطأ بمجموع المجلس أو خطأ من اللجنة الفلانية أو الكتلة الفلانية أو خطأ من الشخص الفلاني، رغم أنه هاي الأمور أصلا هاي موجودة في كل المجتمعات، هذا الخطأ موجود وين ما جيت. لذلك في ناس الآن بيكون عنده نفسيا مهيأ أنه يقطع هذا حبل التواصل حقيقة، سواء كأفراد أو كمجموعة. يقول لك إحنا مبارح مثلا في المبادرة الأولى كنا بين أمرين، كنا بين أنه يغيب الإعلام، عارف كيف، وبين أنه يكون موجود. كانت الفكرة الأكبر أنه عدم غياب الإعلام أو عدم تغييبه، شايف كيف، لكن كانت الفكرة الأقوى رغم منها أقل أنه ما دامت هاي المبادرة هي أول مرحلة الآن وعملية انطلاقة وما في حاجة، يعني الآن ما فيش مسائل عامة مباشرة تمثل للمجتمع في هذا الموضوع. إحنا موضوعنا أول فقرة كانت كنا متكلم عن العملية الانتخابية القادمة. استكمالا في موضوع الإعلام وحدود الإعلام وتحديده، مثل ما ذكرت في البداية أنه أحيانا يعني يكون في نوع من الخوف والرهبة، أنه أي شخص بيقول لك لا يكون عندي هفوة، لا يكون عندي كذا، لا يكون عندي كذا، وهي مزعجة للأمانة، لأنه ترى الهفوات جميعا في كل المواقع وفي كل أحيان، وهي تأخذ عادي هذا إنسان، أي إنسان الآن، يعني إحنا نرى زعامات ورؤساء دول وملوك في هفوات قد تكون في نظرنا قاتلة، صح ولا لا؟ إلا أنه الأمور تأخذ خلاص، هي طبيعة البشرية، يعني ما حدا بيكتمل، لابد من الخطأ، لابد من السهو، لابد من الغفلة، لابد من كذا، هاي الكمال لله وحده. الإشكالية اللي عندنا في الأردن هذا الخوف وهذه الرهبة واقتناص الفرص هي اللي بتشكل أحيانا عائق أمام الإعلام لنقل الحقيقة على وضعها، وخلي كل واحد يفسر على كيفه، لكن الحقيقة تظهر إذا كان المجتمع كله منبسط ومنفتح. هون بيجي إنه ما بتغيب المعلومة عن الشارع، ما بتغيب المعلومة عن المجتمع، ما بتغيب المعلومة عن الشعب، الأمور على حقيقة تبداش. يعني إيش أنا يعني شخصيا بطبيعتي ما يعني في الغالب خلص بأخذ كل برنامج على حقيقة ما علمته، حقيقة ما اطلعت عليه. الآن إذا كان ثمت هفوات أو كذا في أي لحظة ممكن أعتذر عنها، لكن عملية التكتك الزيادي والبرستيج الزيادي هاي اللي بتدخل المجتمع في حجم مصغر للمشاريع، للبناء، للمبادرات، للخطط، للتنمية، للتعليم، لكذا، بيخلي الواحد دائما محصور في وين، في فكر محدد انه كيف بدي ارتب اموري انا والتقي في الاعلام او الاعلام يشوفوني، سواء كان الاعلام الرسمي او شبه الرسمي او غير الرسمي، الاعلام الخاص. هون احنا بجوز في المبادرة يعني قطع الاعلام لانها اول مرة انا تكلمت فيها البارحة، لكن حقيقة الآن ما أتكلم فيه الآن أو ما يتكلم فيه أي زميل في أي موقع إخباري أو في أي محطة أو إذاعة أو كذا، هو حقيقة اللي صار مبارح، لأنه كانت يعني شفنا أنه النتائج مرضية ومحترمة وجماعية وإجمالية. هون كان الأمر. الرسميين قد يخشوا أحيانا الإعلام لهذه الفكرة، للخوف أنه يظهر في مظهر يعني قد يراه هو مشين أو يرى مزعج، أو إنه ممكن الناس يصيروا يقلدوا علي وعلقوا علي وكذا، ما هذا أمر طبيعي، مثل إخواننا في الشاهد أو الصحف فاي اللي داخل المجلس وكذا، بأخذ لقطات معينة، وأنا كان في لي لقطات سابقة وعليها تعليقات وكذا، وأمر طبيعي. شو المشكلة الكبيرة يعني؟ ما يعني ما بشوف أنا في مشكلة للأمانة حتى وإن كانت بهفوات وكذا، أمر طبيعي جدا أي إنسان. هون المشكلة اللي عندنا في الأردن للأماني بتغيب فيها المعلومة
وبتصير إشكالية يعني حجمها كبير، بيغيب كثير من المعلومات بسبب هذا التردد النفسي ما بين هذه المؤسسة الإعلامية وما بين المؤسسات الأخرى والأفراد في المجتمع. نحن الآن بنتكلم في يعني نقطة محددة. احنا انا بالنسبة لي ما بقول الإعلام متغيب، الإعلام مغيب. معنى مغيب ان هنالك حائط بمواجهة الإعلام. ليش؟ لأنه بيختلط السلبي في الإيجابي، مؤسسات الإعلامية وكذا. الإعلام موجود لكن حقيقة هو مغيب الآن بسبب الإدارات وبسبب عدم وضوح الرؤية وبسبب أحيانا تصرفات بعض الأفراد. أنا تكلمت مبارح أنه إحنا غيبنا الإعلام في المبادرة الأولى، هاي غيبنا الإعلام. ليش؟ لأنه كانت بداية الانطلاقة، اولا كان الفكره هاي ابتداء والمبادره كان في نوع من التاييد لها مسبقا ونوع من المعارضه والتعرض والاعتراض حتى تبني فكره جماعيه. وترى حقيقه ما في الانفس لابد الانطلاقه ان تكون لها خصوصي للامان، دائما اي موضوع لازم يكون له خصوصي. لكن اذا غيب الاعلام في المستقبل، انا الان بالنسبه لي كصاحب مبادره، اذا غيب الاعلام في المستقبل عن أي أمر وأي شأن ما لم يكن له خصوصية أو مؤثرات على السلام العامي أو الوطن أو كذا في طرح أي معلومة أو إشكالية داخل الجسم الواحد، وإن كنا بنشتغل الآن في المبادرة هاي خارج العمل الرسمي، خارج العمل الرسمي، خارج عمل المجلس الرسمي، خارج إطار القبة، لكن الآن الهدف أن نبني استراتيجية معينة ووضوح هدف ونتفق على شيء محدد. الآن عندما يطرح في القبة تكون هناك النتائج وين متوازنة ومتوافقة ومتعادلة، حتى ونعترض جزئية معينة أو عدم توافق جزئية معينة مع مجموع هذا الجسم. هون اللي أنا بحكي، الإعلام لا يغيب، الإعلام يغير. تكلمنا يعني في البداية، أنا قلت لك يعني إنه دائما هاي رهبة، في خوف، في خوف، في رهبة، إنه في ناس بتصور زي ما حكيت لك إنه بصير معي مشكلة، ممكن أنا أمزح لمزحة، ممكن إنه أنا الإعلام الرسمي البارحة كان الناطق الرسمي باسم الحكومة انه والله ما بدري عنها والعاصمة الجديدة وعمان الجديدة وموقعها وعلومها وعلمها ومنتجاتها وكذا، وما بيعلم في هذا الامر الا 5 اشخاص. وبعدين تناقل الاعلام مسألة اخرى ايضا في رسمية الحكومة، وان رئيس الوزراء قال هذا بمزح وما بمزح، وصارت يعني سلافة طويلة هيك على هالمواقع، بمزح لا ما بمزح، واحنا بنمزح معاك وانتم ما بتمزحوا معانا، هيك بصير افكار. ما في عبث انه انا القي نكته معينه، مداخله معينه، مزحه معينه، عادي هذا بتعرض لنا لها كنا، لكن في ناس بخاف منها، هون بتغيب. احيانا في امور مع احترامي يجب ان يغيب الجميع فيها الا اصحاب الشان واصحاب الامر، لانه ابداءها في البدايه وابداء سريه المعلومه قد تؤثر سلبا على المجتمع بشكل عام. انا ماشي عندي حب الان انا شخصيا انه اعرف وين هاي العاصمه، وين هذا البرنامج التنموي، وين موجود، في الشمال، في الجنوب، في الوسط، في الشرق، في الغرب، ما بعد السكه، ما قبل السكه، وين حدوده، شو مقتضياته. قد يكون لي مصلحه شخصيه الان انه اذا كان ثمت بيع او شراء او تعاقد او تعاهد او ممكن يكون له مصلحة، لكن مصلحة البلد كاملة أحيانا تقتضي أن تغيب هذه المعلومة الآن. لا لا لا، أنا بتكلم في نقاط أحيانا غياب تغييب الإعلام وتغييب المعلومة في بعض مواقف وفي مواقف يعني معينة إبداءها في نوع من الصعوبة، هذا يكون لمصلحة الوطن كله، وإن تضررت أنا شخصياً وإن تضررت المؤسسة الفلانية. الآن أنت تتكلم أحياناً في القضايا التي تثار في مال الناس أو عرضهم أو إشكاليات كبيرة تتعلق في السلام العام وكذا، لا تنقل معلومة. أحياناً يضطر وبالقانون النائب العام أو النيابة العامة أو المدعي العام المختص أو في إنه ما ينشر، في إنه يوقف، أحياناً يوقف أشخاص، أحياناً يوقف شاهد ما له علاقة في القضية، لكن بيوقفوا يوم ويومين وثلاثة في سبيل انه
ما يعلم هذا الأمر للآخرين وتوه بعض المعلومات أو وقائع الجرم معين. هذه مسألة مهمة. لكن إحنا وين الخوف؟ أو ما بدي أقول الخوف، يعني عدم الصحة بتكون في إنه كل الأمر يظل بهذا المسار، أن يغيب المجتمع عن كل شيء سواء الطرح كان مؤثر أو غير مؤثر. في برامج كثيرة من 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 حق الناس تطلع عليها، من حق الناس تبدي رأي معين. إذا بتتكلم في الكتل النيابية الموجودة الآن، يعني أولا ما بننفي الصفة الإيجابية عن الكل مرة واحدة، وما بننفي الصفة الإيجابية في البرامج وفي اللقاءات وفي تقديم المبادرات مرة واحدة. يعني قد تتردى أو تتوانى كتلة معينة في موضوع معين، لكنها قد تكون منجزة أيضا في موضوع آخر. هذه الخلافات في كل جسم موجودة. أحيانا هنالك أشخاص مثلا لهم مصالح يعني تختلف عن توجه الكتلة. الآن ليش الكتل أنت بننظر إلها أنه ما في نجاح في برامجها وكذا؟ لأنه أصلا هذه الكتل ما انبنت على برامج واضحة أساسا وعلى مبادئ وعلى أهداف. هي مجموعة متفرقة من الناس، هذا بالفكر المتطرف اليميني وهذا في اليسار البعيد وهذا وسط وهذا يعني، فبصير نوع من الخلافات وعدم التقاء. وإن التقوا في الجسم العام لا يلتقوا لا في الأهداف ولا في المبادئ ولا في المخرجات. بجوز يعني كتلة واحدة الآن مبنية على برنامج حزبي ومبادئ واضحة وكذا، اللي هي كتلة الإصلاح للأمانة. هذا اللي في طروحات كثيرة، طروحات تتعلق بالشأن الانتخابي القادم في المكتب الدائم، وأيضا في طروحات بشكل عام في هذه المبادرة. مستوى العلاقة مع الحكومة، ما بين المجلس بشكل عام والحكومة، العلاقة الفردية ما بين كل نائب فرديا أو في كتلة مع الحكومة أيضا ومع الإدارات والقيادات هاي بحثت. أيضا كل واحد من إخواننا في المترشحين للمكتب الدائم مع احترامي، سواء القدماء اللي ترشحوا أيضا الآن في المرحلة هاي أو الآخرين الجدد اللي دخلوا على هذا البرنامج، كل واحد أعطى منهم برنامجه مبارح. يعني كانت الصورة واضحة أنه الجميع التقى وكل واحد أعطى أمور. بحث بعض العيوب والتقصير السابق مثلا في المكتب الدائم، أخذت هذه الملاحظات أيضا في ذهن كل واحد منا وفي ذهن مجموع مخرجات المبادرة، أنه الآن عندنا أمور معينة نراها تقصير نراها عيوب. من الأشخاص اللي كانوا موجودين في المكتب الدائم سابقا، ما بدي أقول دافعوا، يعني وضحوا الصورة أنه أنا كمكتب دائم عندي أنا نظام المجلس، أنا بشتغل من خلال هذا النظام، أنا محدد الآن في هذا البرنامج، يعني بقدرش أنا الآن أخلق عمل جديد مش متاح لي أصلا، ما بملكه قانونيا وتنظيميا داخل شغلي. لكن أيضا عيب عليهم هذول الأشخاص أنه أيضا لابد أنه أكون موجود، أنا لابد أنه أخلي دور للإعلام. الإعلام بحثوا موضوع مبارح يعني بكثافة للأمانة، تغييب الإعلام وغياب غياب المكتب الدائم عن توضيح الصورة للآخرين. إذا كان ثمت منجزات لهذا المجلس في الدورة الأولى مثلا، الدورة العادية أو الدورة الاستثنائية، لما لا يقال للناس؟ هون السؤال اللي كان موجود. أنت الآن قد يرى الكثير في المجتمع الأردني أنه مجلس النواب توانى عن أداء دوره. الآن المفهوم في المجتمع الأردني مختلف تماما عن الدور الحقيقي لمجلس النواب. أنا ما بتكلم في كل الناس، أنا بتكلم في الأغلبية العظمى من الناس. الأغلبية العظمى ارتبطت في الخدمات وتقديم الخدمات، وهذا ليس شأن لا مجلس النواب ولا النواب. لكن في الواقع العملي أدخل هذا المجلس في هذا البرنامج اللي هو الدور الخدمي، النواب أدخلوا أنفسهم أيضا في هذا الأمر، المجتمع أدخلهم في هذا الشأن بكثافة،
احنا انا شخصيا بعض ايام بتلقى 300 و400 اتصال، انا بجلس معك ساعة الان او ساعة ونصف او ساعتين مثلا في مقابلة وكذا، لكن كون على ثقة انه بكون انا الان فقدت 100 اتصال، بقدرش اتعامل معهم الان. الان هو يرى حقيقة اخرى لا يرى الا نفسه. انا بتكلم مع غازي الهوامني وانتخبته ونائب وكذا وما برد علي، هو لا يعلم الحقيقة، هو لا يعلم وين انا موجود الان، شو الامر اللي في ذهنك انت كبرنامج عام، انت كاعلامي، انت كصحفي، انت كموقع اخباري، شو بدك توصل حقيقة اعم من شأن خاص لشخص معين، صح ولا لا؟ بدك تبحث عن اطار عام، انه حبذا لو يكون لي انا دور اكبر كاعلام مع الحكومة مع المجلس وكل المواقع، ليش انه اغيب انا احيانا؟ ليش؟ شو السبب مثلا؟ انت بتسأل هذا السؤال في كل لحظة، ليش مثلا انت بتمنعني يا مجلس النواب انه انا انقل كل الاحداث اللي بتدور مثلا؟ اولا استمرار هم يعني اعتبرت وهي حقيقة انه هذه المبادرة الاولى من نوعها في عمل المجلس، ان يكون هنالك تجميع لكل الأطياف والأطراف وكذا، كل أغلب الناس اللي بيكونوا موجودين من إخواننا النواب بغض النظر عن فكر كل واحد منهم، مرجعية كل واحد منهم وشو ما كان أهدافه وكذا، إنه إحنا نلتقي دوريا على أساس إنه نبحث نتشاور نتحاور في أي شأن عام حتى وإن لم يكن مطروح. في المستوى التشريعي أيضا بحث هذا الأمر إنه نكون إنا دور كبير فيها. استمرار هاي المبادرة قد تعطي الآن نتائج أكبر وأحسن وأفضل مع احترامي للمجتمع، إنه أنا أدخل على شيء واضح، ما أنصدم أنا الآن جاي على جلسة وأنصدم في موضوع الآن مثار جديد وأتخذ يعني أتخذ فيه قرار سريع. إذا تكلمت الآن في علاقة المجلس والنواب مع الحكومة مع احترامي، العلاقة غير صحية. شوف الآن الحكومة تسير بمسار واضح جدا الآن، تطويع أغلب من في المجلس للقرارات المتخذة، تطويعهم كيف؟ يعني إنه نوضح لهم الأمر الضريبي، الضريبة لا تطال مثلا الفقراء ولا الطبقة الدنيا ولا الوسطى ولا كذا، الخبز مؤثرات الخبز، أحيانا تداول الحديث إنه إحنا في الأردن صرنا مع احترام نكب الخبز في الحاويات الزبالة والعياذ بالله في النفايات أو في هذه المواقع، تهريبه مسألة مع احترامي إنه في آخرين يستفيدوا من هذا الدعم وكذا. صحيح هذا كلام صحيح إذا أخذ من جانب واحد، لكن أنا حقيقة الآن لما أنا أشوف هذا البرنامج وبالمقارنة مع البرامج السابقة وما تعرض له الشعب الأردني والمجتمع الأردني في طروحات كثيرة، ما بدي أقول ما بصدق الحكومة بس ما بتوافق معه، وإن كانوا يقولون الآن وكلامهم طيب ومحترم ومتوافق مع الواقع وفي الدراسة، بس حقيقة أنا ما بأيدهم أبداً. ليش؟ لأنه كل البرامج السابقة ما كان في نتائج موفقة، ارجع للسلع كثيرة كان عليها دعم وأخذت على حين غرة، المحروقات، السكر، الأرز، أعلاف الحيوانات كذا، هذه أخذت بطريقة وأنه إحنا بندعمكم وبتظل هالمسألة شهر شهرين ثلاثة بعدين ترجع لا نزل النفط الآن عالميا، انخفض النفط لسه أقل من الحد اللي كان يعني بتوفر فيه الدعم فما في حاجة للدعم، الآن ارتفع النفط مرة أخرى أو كذا أو رفع النفط، ما بدي أقول عنا في الأردن على خلاف واقع الدولة وكذا، ظلينا احنا على ايش؟ نسينا الدعم ونسينا تقديم الدعم ونسينا كل الكربونات ونسينا كل شيء، وخرجنا بمخرج الان انه احنا ملزمين، احنا التنكة ونص عنا بالنفط بتقابل برميل في العالم، احنا بالنسبة لنا في الأردن في السعر الموجود. بتقول ليش طيب؟
شو ايش وين مشكلتنا؟ انت الان بنيت كحكومة برنامج معين وحققت النتائج وبعت او سويت او رفعت الدعم وكذا، الان جاك مرحلة معينة اكبر مني ومنك الان خفضت كل القيمة، طب ليش ما تخفض علي؟ هون السؤال، ليش ما تخفض علي فاتورة الطاقة الان؟ الآن ناس كثير مع احترامي نسأل بعضنا ورئيس الوزراء والوزراء يسألوا الآن في 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 المواقع في 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 مصادر المياه والكهرباء وكذا، يروح يشوفوا شو الناس الآن تدفع مصاري، روح انت على فاتورة بيتك الآن انت شخصيا او انا او كذا، في دورة انا شخصيا مع مجموعة اشخاص صرفية مي كنا نصرف 15 و20 دينار و30 دينار، أنا الأسبوع الماضي بتفاجأ إنه عداد التزويد مفصول وكذا عليه 350 دينار في 3 شهور دورة. شيخ إيش بتسولف أنت؟ الموضوع مش ضد الحكومة، الموضوع مش إنه تقلب المجلس والإخوان النواب على الحكومة وعلى برامجها، الموضوع أن يكون لهذا المجلس دور محترم ويقدم رؤى معينة. الآن في برامج هي بتعتبرها برامج، شو بتعتبرها الآن؟ هذه الطروحات اللي بتقدمها الحكومة ومشاريع القوانين وكذا، شو بعتبرها؟ تعتبرها برامج وتصحيحية وصحيحة ومحترمة ونتائجها قد تكون لمصلحة المجتمع كله. لكن أنت زي ما حكيت لك لما تقارن أي برنامج بالمستوى الآخر مع برنامج سابق والنتائج المترتبة عليه بتقول لا يمكن أنه أثق في هذه الحكومة ولا بمن سبقها، لأنه كل واحد بيجي يفصل على كيفه. وين في رئاسة وزراء حكومة الآن عندها برنامج عام، عندها رؤية اقتصادية عامة تقدمها للمجتمع؟ الآن إذا يعني كان في نوع من الجدية الجماعية، مع احترامي إحنا على أثر المبادرة صار حديث جانبي مع بعض الأخوة ليلة أمس نواب، الآن أنا ما بدي أنا أوقف برنامج مقدم الآن، ما بديش أوقفه، لكن أنا بدي أيضا أقدم مبادرة معينة تعالج الوضع الذي تراه الحكومة ماشي بدون الدخول في جيب المواطن وبدون رفع السلع والخدمات. في أفكار الآن لتقديم حلول ورؤى معينة، وهاي فكرة طيبة، يعني اللي طلعنا فيها في الجسم إنه الآن هذه المبادرة من حق أي زميل مستقبلا ومن حق أي كتلة ومن حق أي لجنة أن تقدم أمرا تراه لمصلحة الوطن لبحثه مع الآخرين، لأنه في أصحاب مهن واختصاصات. أنا محامي الآن مقتدر على التداول القانوني، قد يكون لمسألة تجاوز 50% و60% في الشأن القانوني، عرفت كيف؟ لكن أنا في الشأن الإعلامي مش زي أخونا الصحفي أو مثل حضرتك، في الشأن الدفاع والأمر المتعلق مش زي أنا شخص كان في 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 السلاح وفي القيادة العسكرية ألوي معانا بشوات وكذا، بختلف تماما، لأنه ما يعني ما تعامل معه وما تعاملت معه بختلف عن طبيب. هذه الفكرة أيضا كانت موجودة إنه نبحث هذه الأطر الآن من خلال أصحاب الاختصاص، حتى كلام في الانتخابات، يعني نرجع انتخابات لمصلحة العامة، انه انت يا اخي العزيز بدك تصوت مع شخص داخل في لجنة، اعطي الاختصاص لهذا الشخص، اعطي الاختصاص. شايف غازي الهوام القانوني، خليني احطه في انا في اللجنة القانونية. شايف الدكتور بني هاني في صحة او فلان، بدي احطه في لجنة الصحة، وشايفه انا رايح على لجنة الصحة، شو مدي على لجنة الدفاع، شو مودي على لجنة السلوك، شو مودي على لجنة المرأة، شو مودي، وين الأفضل إن يكونوا لجنة المرأة رجالا أم نساء؟ لا نساء، إلهن تخصص، إلهن كذا، إلهن مبادرات، إلهن أولويات، إلهن معرفة في حقيقة ما تريد الأنثى من خواتنا. هون الفروقات. العفو العام من ضمن البرامج العامة والاستحقاقات العامة اللي يحتاجها المجتمع، خاصة في هذه اللحظات وفي هذه الأيام. الآن قدم مذكرتين في السابق، مذكرة من 73 نائب تقريبا ومن 11 نائب أيضا مذكرة أخرى، الآن المجموع 84 نائب، قدمت على أن تذهب للحكومة لوضع صيغة معينة وأن تسير بالمسار التشريعي الصحيح. هو قانون العفو العام، هو قانون
صحيح أنه يعني يريد صلاحية خاصة واختصاص خاص لجلالة الملك، لابد من هذه الفكرة. المعضلة وين؟ أنه مسا موقوف، موقوف. كنا في كتلة عدالة والتقينا دولة الرئيس الأسبوع الماضي، تكلم واحد من الزملاء ذكرهم في هذا الموضوع، موضوع العفو العام، وهذا مطلب عام للكل الآن، خاصة لأشخاص اللي أصلحوا شأنهم. أنا ارتكبت جرم معين، قد يكون للمرة الأولى، أصلحت شأني مع صاحب الاختصاص ومع صاحب العلاقة، سددت حقوقه، جبت مصالحة، جبت كذا، ما المانع الآن أنه تعطيني فرصة دولتي، تعطيني فرصة أصحح وضعي، تخرجني من هذا القيد اللي هيك أنا يعني ممكن غلبني الشيطان، ممكن أخطأت، ممكن كذا. وفي نسبة خطأ كثير، يعني مش كل الأشخاص اللي دخلوا السجون وارتكبوا جرائم حقيقة هم مجرمين، لا. أنا الآن بعتبر أنه أنا مساهم مع الشخص هذا كدولي وكحكومي في أن يكون مجرم، عندما أمنعه من الحصول على عدم محكومية بسبب قيد بسيط تعرض له مرة واحدة، الآن عقد كل حياته. الآن بدك تجيب تعال، لا بيروح على المؤسسة العسكرية، ولا بيروح على قطاعات أخرى، ولا بيروح على القطاع الخاص، المنشآت الآن والمصالح والشركات والاستثمارات ما بيقبلوا، بقول لك جيب لي عدم محكومية. الآن أنت اليوم بدك تروح تشتغل في سوبر ماركت عمل فردي، 90% من الناس بقول لك روح جيب لي عدم محكومية، لأنه صار يخاف. بدي أعرف حقيقة هذا الشخص، هل هو مهيأ، هل هو أمين على مصلحتي؟ هون العفو العام، هون العفو العام، انه انت بتبني مجتمع كامل. ليش الحكومة؟ تكلم اخونا في الموضوع، واحد من الزملاء فورا من لما قال ما في عفو، وكأنه حكم على جلالة الملك، وكأنه حكم على الحكومة، وكأنه حكم مسبقا على انه هذا المجلس لا يستطيع ان يلبي الطلب في هذا، في مشروع هذا القانون او في هذا القانون. وهي مشكلة، مشكلة. إذا أنا الآن بأخذ فكرة عن مجموع الناس، مبارح كنا في مبادرة، لكن هل بستطيع أنا حتى وإن كنت يعني أنا المبادر في هذا الموضوع، بستطيع أخذ رأي فردي على الآخرين وما أستمع لهم وكذا؟ لا، بقول لهم لا من البداية، لا، ما بيجوز هذا الكلام. لذلك هون عمل المجلس الآن من ضمن الطروحات أن تطرح الأمور العامة، أن يكون هنالك مبادرات، أن يكون هنالك رؤى حقيقية تقنع، يعني بترضي الله عز وجل وبتقنع المجتمع. يعني هذا قانون، هو يعني بدي أقول لك إنه شبه يعني مكرمة من القيادة أكثر منه. يعني الأصل إنه ما بنقول إحنا مستوى إجبار، الأصل أن يأخذ الأطر التشريعية والدستورية ويصير في طريقه التشريع مثل قوانين. شوف، لا يعني الآن 84 من 130 إنه هذول الناس اللي بقي اللي ما قدموا هاي المذكرات إنهم رافضين، لا. أحياناً قد يكون شخص مسافر أو متغيب في مسألة معينة، تطرح فكرة معينة جماعية بغيب عنها، لكن هو مؤيد إلها. يعني الآن لو أعيد الشأن إلى 130 نائب الآن في البرلمان، لو وجدت ما يجاوز 110 أو 115 شخص بدهم عفو عام، لأنهم يعلموا حقيقة العفو شو بيأثر نتائج إيجابية. قد ترى الدولة أن هذا مؤثر سلبي في حال شموله للغرامات والتحققات الجباية، لأنه أنت بتقول الآن في غرامات كثيرة، غرامات مخالفات سير، مخالفات صحة، زراعة، تموين. إحنا عندنا في الأردن ما 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 ما, ما احترامي ما يجاوز 500 قانون مالي وضريبي، الناس ما بيعرفوش هذا الكلام. وحتى بعض وزراء وحكومة، هاني الملقي ما بيعرف الآن إنه في 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 ما يجاوز 500 قانون مالي وضريبي، ما بيعرف، فكر إنه بس يرفع الخبز ويجيب الخبز، ماشي الخبز، موضوع الخبز، هل بتوقف الأمر عند الخبز فقط؟ هل تحديداً الآن الإشكالية في كيلو الخبز هذا؟ ولا في إشكالية في الطحين وملحقاته والحلويات والمطاعم والسندويشات الأطفال الصغار والبسكوتات والأعلاف الحيوانات؟ وكثير من الشؤون، الموضوع ما بتعلق في موضوع انه انا بشتري 35 قرش كبيته ولا ما كبيته، اللي بكبه هذا شأنه، هو حر بينه وبين رب. الان اذا هي فكرة، لكن الان انت بدك تتكلم انه
الأغلبية العظمى من الناس الموجودين بيننا أولا خارج الإطار القانوني، ومش كلهم مصرحين، مش كلهم تابعين للقيود الدولي مع احترامي. هذه يعني كل مسألة فيها عيوب، يعني ما بتقدر تحصر الناس انه كل واحد بدخل ابو الزيارة 3 شهور مثلا، او اللي جاي في حاجة مرضية او علاجية بده يقعد له 2-3 أسبوع في 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 حقيقة ما قدم للدولة وفي نظر الدولة وفي نظر الحكومة، ولا هو غايب له 2-3 سنين موجود في الاردن. طيب هذا جاي لفترة علاجية مثلا كذا، كيف بدك تتحكم فيه وتحكمه؟ هون في اشكاليات. عندما تقرر لها ان تكون لها صبغة اقتصادية خاصة، وان يكون لها مؤسسات برؤية ملكية، كانت ممتازة انطلاقتها. فروقات مع احترامي الجمارك وفروقات المردود المالي وفروقات الاستثمار اللي دخل والقطاعات الكثيرة اللي دخلت على العقبة والبنى التحتية، كانت في المنظور الفردي العادي ممتازة جدا وتحقق الهدف كشريان، شريان عام في كل مخرجات الإنتاج ومدخلات المال للدولة وللأفراد. الآن اللي بتشوفه في العقبة، ما تراه في العقبة اليوم تراجع. أنا عشت 16 سنة هناك، أحيانا تراجع في السلع بسبب أيضا عيوب المواطنين وعيوب المجتمع، أنه أنا بلقى هاي القطعة الآن في العقبة مثلا ب20 دينار، وعلى اعتبار انها محررة من القيود الجمركية وكذا، لكن بجي انا بلقاها في عمان ولا في الطفيلة ولا في الكرك ولا في اربد، ايه بلقاها ب13 دينار، يعني لسه في العقبة اكثر مبلغها. تقول شو القصة هاي؟ اقول لك تهريب، تهريب تهريب جمركي، تهريب بضائع، مش عارف ايش. ما في نية يا أخوي إنه إحنا نضبط الوضع العام، ما في نية، ما في نية. اللي بنمسك في مشكلة يروح يولي مع احترام، إما بروح على السجن أو بروح على الغرامات أو بروح على كذا. هون المشكلة عدم وجود نية حقيقية للاستثمار. كل واحد بيجي له برنامج في كيفه في فكره، عقل بلتاجي له برنامج، من بعد عقل بلتاجي له برنامج مختلف تماما، فلان هاني الملقي اجى في المرحلة الأخيرة في الاقتصادية الخاصة له برنامج، هاني الملقي اشغل فكره مثلا. انا بعطيك مثال الآن، مثلا في برنامج معين قدمه هاني الملقي في العقبة، في العقبة، وكان في نظر اغلب الناس انه هذا البرنامج محترم جدا، لكن نتائجه كانت وخيمة مش محترمة. الآن أجى على العقبة كان فيه ما يجاوز 4000 محل عشوائي. محل عشوائي شو معنى المحل العشوائي؟ لا بتكلم عن محل، انسى البسطات، البسطات وين ما جينا فيها إشكالية عامة وكذا، لأنها غير منضبطة، يعني بترحلها في يدك بتحطها من هون لهون أو في سيارة أو في كذا. محلات تتداخل بي مع التجاري ومع السكني، ماشي. الآن هذا كل محل أصلا، كل محل رغم أنه في نوع من عدم الانضباط، يعني فيش فيه مثلا مرجعية ضريبية 100% للحكومة. هون أنا مثلا بقول هذا برنامج، عندي مثلا محل تجاري، هذا المحل التجاري في عمارة معينة، صاحب العمارة بيأجر هذا المحل، هذا المستأجر الآن بيبيع وبيشتري فيه، وعنده عامل ثاني مثلا بيشتغل. كل محل من هذول المحلات كان بالحد الأدنى يوفر من 3-4 فرص عمل، 3-4 فرص عمل. الآن أخونا هاني الملقي وإدارته في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، عندما طرحوا فكرة الخلاص النهائي من العشوائي، كان عندهم فكرة معينة انه من هو موجود في الاسواق التجارية حقيقة، هذا مستأجر وبدفع ضريبة وبدفع اجار محلات وبدفع كذا، مو زي هذا اقل قيوده، مو زي كذا. لكن حقيقة هو لما نزعها مرة واحدة ما عمل تنظيم، حتى المحلات التي كانت قد اخذت ترخيص مسبق من الدولة،
من مؤسسات سابقة على المفوضية من البلدية ومن الصناعة والتجارة وكذا، هاي انتهت عند هذا الحد. أنا كمواطن الآن في منطقة العاشرة أو الخامسة أو التاسعة في العقبة لأخواننا اللي بيعرفها، أنا لما أجي وأشوف محل معين أكون قريب منه، أنا بتعامل معاه في غرض معين مش بحاجته أنا أصلا، خلاص زي ما بقوله بزهي في عيني. بيجي واحد جايب له شوية أحذية ولا شوية ملابس من 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 مشتريها من السوق، هو اشتراها من السوق، لكن هو وين بيبيعها؟ ما بيبيعها في المحل الرسمي اللي داخل السوق، أنا ما بروح، ما بديش إياها أصلا مش مدور عليها، ولا قطعة يدوية ولا عدد ولا مفاتيح ولا مفكات ولا فنجان قهوة ولا إشي، ما بدي إياه أصلا مش مدور عليه. لكن أنا لما أمر في مكان بالقرب من هذا المحل أنا بأخذ منه. هو مرجعيته وين؟ منين بأخذ؟ 90% بأخذ من المحل التجاري أصلا قائم من المؤسسة في العقبة، هو كان يعمل له نوع من التحفيز، التاجر الفردي هذا، الجزئيات المتفرقة هاي العشوائية اللي بيعتبرها هاني الملقي عشوائية، وتعتبر في نظر كل الأنظمة والقوانين عشوائية، هي أصلا موردها من وين؟ بأخذ من الرئيسي، ما بيجيب من السماء في 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 في, في براشوت بيجيب ضاعة، لا ما بيجي زي هيك. بأخذ من هذا الشخص، هذا الشخص ملتزم في ضريبته، ملتزم في أجوره، ملتزم في قوانينه وكذا، لكن هو حرم الآن ما يعادل 15 ل 20 ألف أسرة عمل مرة واحدة. الآن تجد العقبة مظلمة، الآن تجد العقبة في 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 مواقع الإسكان العظمى مع احترامي مدن أشباح، وأي واحد يشوف يتفرج على الإسكانات وقطعات الإسكانات والسرايا والجنوبي وغير الجنوبي وكذا، تتفرج عمارات. طيب. لو كان عنده رؤية أخرى لنظم هذول الأشخاص، وما بدي أقول يعني أعطاهم أمور معينة، أعطاهم كذا، فعلهم أكثر، لأنه هذا الفردي يفعل الجملة. أفضل رئيس استلم العقبة الاقتصادية الخاصة، يعني بجوز أخونا الكابتن الكلال دي كانت بداية العقبة وكذا، بجوز ما اتفق معاهم في إتاحة الفرصة لبيوع الأراضي للآخرين، بجوز هذا كانت مرحلته بسيطة، قد يكون في خير كثير مش انحيازا له لأنه مطفيلي، لا من تبعه أنا اللي شفته للأمانة، ها والله عقل بالفعل، في البرنامج الاقتصادي والسياحي وفي البرنامج التشغيلي، عقل بالتاجي فتح فرصة لأصحاب القيود والسوابق الجرمية مع احترامي اللي احنا بنعتبرهم خطورة على الدولة، بيعتبرهم الآن الحكومة ما بتقدم قانون عفو عام، ما بتمشي بهذا المشروع، ولا احنا مجلس النواب ايضا تابعين هاي الخطوة في سبيل نخفف على هنا. عقل بالتاجي كاحتوى من 400 ل 500 شخص كانوا يعتبروا في نظر الدولة والمجتمع والمؤسسات الأمنية مجرمين، ولا قالهم لا جيبوا عدم محكومية ولا جيبوا حسن سلوك ولا حسن اختيار ولا شهادة فحص تربة، مع احترامي قالهم تعالوا اللي بده يشتغل بدنا نفحصه الآن نجرب، دخلهم كلهم. الآن كثير من هذول ما يجاوز 90% من 400 أو 500 شخص الآن هم قياديين في العقبة، الآن هم رؤساء أقسام في العقبة، الآن هم مدراء دوائر في العقبة، هذول الأشخاص اللي كنا نعتبرهم مجرمين. احنا الان النظرة في الدولة انه هذا علي قيد خلص هذا مجرم، يا شيخ الله بيغفر له، الله عز وجل بترتكب حرمات بحق الله عز وجل بقول لك استغفر بيغفر لك. هل انه انت يا رئيس الحكومة او يا رؤساء وقياداتنا العسكرية الامنية انتو اكبر من ربنا؟ استغفر عظيم، معقول إنه أنا إذا بخطئ خطأ اليوم لا تتاح لي الفرصة لتصحيح وضعي ولدخول المجتمع بحرية؟ خليني أنا أعطيني فرصة، لا تخلي أهلي يعتبروني مجرم وظني تحت هذا المسار، ولا الدولة ولا المؤسسات، كل واحد بنظر إلي الآن أني مجرم، شو بدي أسوي؟ بدي أوكل، بدي أعيش، بدي الآن هم أصحاب أسر، أصحاب ممتلكات الأشخاص هذول، وش أدفع عقل بالتاج؟ أنا بدي أتجوزه؟ ولا عمر لقيته ولا عمر شفت قلقته. لكن مع احترامي إذا كان ثمت برنامج عنده محترم شغل وظف كذا، لا الصينية ما دعمت، القرية الصينية حصرت في مبنى واحد، هذا المبنى يعود لاستثمارات أخونا زياد الشويخ، هاي في شويخ مول، هذا القرية الصينية، كل القرية الصينية للصينيين ومن حام حول الصينيين، الصينيين كانوا يستأجروا المتر 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 المتر، يعني
ككلام ما بتستطيع. أنا ما بستطيع كأردني إنه أشتغل شغله، لأنه ما يتاح للصيني من إعفاءات ومن ضوابط ومن حرية مرور للبضائع وتداولها وشحنها وكذا، لا يتاح لي كأردني. الآن في 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 الطاقة، في الطاقة المتجددة، أكبر مصيبة في الأردن إنه الأردن ما تسمح إلا للشركات الأجنبية، الشركات الأجنبية فقط الاستثمار في هذا الأمر، في طاقة الرياح، في طاقة البلور، في طاقة المنضاد. الآن اسأل لجنة الطاقة في مجلس النواب، اسأل وزارة التخطيط، اسأل وزارة الطاقة، اسأل كذا، قل له احنا كل عبئنا الآن كأردنيين مشكلتنا وين؟ مشكلتنا في فاتورة الطاقة، في بدل النفط والمحروقات والكهرباء هاي اللي علينا وعلى المؤسسات. مين الآن بيقول انه انت تمنعني كأردني او شركة مساهمة او شركة خاصة هون؟ انا اقرب لك الآن. صح بجوز انه عندك فكر انه الاجانب منتظمين اكثر او منظمين او انت بتقدر عليهم، بس لانه ما بتشوفهم. انا بتداول الكلام، انا بتداول كمسلم وكعربي هون في البلد الان، بتداول المعلومات وببدي لك معلومة، لكن الاجنبي ما ببدي لك معلومة، ولا بتشوفه ولا بتسولف معاه ولا بتكلم معك. إذا كان كل قرش مثلا، مع احترامي في عند بعض أغلب المحللين والاقتصاديين اللي يعلموا حقيقة النفط، كل قرش زيادة على كل لتر يساوي 40 مليون في الأردن، فهذا احنا ما بنعرف. شوف البصريين، يعني هذا موضوع آخر. أنا بقول بالنسبة إلي الآن كلامي الشخصي في هذا الموضوع، المصريون يستحقون ما هم فيه. ليش؟ لأنه أول شيء عنده رغبة في العمل، ما عنده نية يتداخل هو جاره ولا يتمشكل هو إياه ولا يصير يبعثر فكره مشان هذا فات وهذا طلع وهذه طويلة وهذه قصيرة وهذه كذا. في الأغلب يعني ما رح تجاوز 90%، بيجي هذا الشخص مغترب استلم موقع معين نجح فيه مشى واستمر، بده يشغل الآن، إله أولوية، بقول لك بدي أجيب واحد أردني بده يرقص على رأسي، لا بجيب واحد مصري، وأمرك يبي وحاضر يبي. حتى الأردنيين صارت عندنا الفكرة هذه. الآن أنا بقول لهذا للحكومة من هذا المنبر تشغيليا ولوزارة العمل، روح يا وزارة العمل، مش ضد إخواننا المصريين وضد العمال الوافدي، روح اجمع معلومات، خلي مكاتبك وتشغيلك كذا ومفتشينك يجمعوا معلومات عن كل العمارات، عمارات في عمان وإربد والزرقاء والسلط والمدن الكبير والعقبة وكذا، كل عمارة فيها حارس، هذا الحارس يجاوز 90% ليسوا أردنيين. ليش؟ لأنه الأردنيين احنا ما بنثق في بعضنا، هاي وحدة. في مسائل ثانية، مفهوم سلوك خاطئ انه هذا ما بده يشتغل، هذا بجنني وكذا، بجيب حارس مصري. لتعلم بعض العمارات وبعض المواقع تباع في خلو رجل ب20-30 ألف لما أخونا المصري بده يترك. عارف ليش؟ لأنه عنده بدل حراسي، عنده بدل بتعامل خدمات بكل السوق اللي حواليه وكذا، في السيارات بطلع له 1000 و2000 و3000. فعل الأردن الآن مكانه شوي شوي. صحيح يعني الموضوع مش المقصود هاي العبارة تحديدا أو هذا الكلام أو هذا المثل، يعني للأمانة أنا الآن كل اللي احنا تكلمنا فيه ويوميا نتكلم فيه كأردنيين وكذا، في معيقات وفي معارضات، في عدم رضا عام، يعني لمرحلة متقدمة جدا ما حدا راضي يا أخي. لا هذا الموظف المدني راضي في وظيفته، ولا أخواننا العسكريين يعني منضبطين أكثر منا لقيودهم يعني ترتباتهم العسكرية يقول، لكن أيضا تشعر في نوع من الرضا. هذا عدم الرضا وكذا بسبب غياب العدالة والشفافية. أن تجد الآن موظف في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية خريج جامعة، دائما بقولها، هذا بأخذ 300 دينار، 300 دينار ما شاء الله، أو 270 أو 250، وبطاقره فيه لاعنين رأس أبو اللي خلفه، وتجد آخر زميله أقل منه كفاءة وأقل منه أعباء وأقل منه جهد مادي ووظيفي وشخصي بأخذ 3000 في مؤسسة أخرى وفي هيئات أخرى وفي الدبلوماسيات وفي الهيئات الخاصة وفي المفوضيات وفي بتقول يعني معقولة؟ معقول هذا الكلام؟ لذلك بيظهر عندك في النتيجة بالإجمال
انه عدم ارتياح عام بصير الصرخات هذه. انا جيت بي يعني على السبحاني كنت مرتب هيك نقاط معينه في هذا البرنامج وكذا، فشفت انه انا التكلم في هذه النقاط كذا اولا معادي، ثانيا هي فيها تكتك زياده عن اللزوم وكذا، فقلت خلينا نتكلم في طبيعتي. السلام عليكم وعليكم السلام، هذه لم تكن مقصودي هذه العباره ولا العبارات اللي دخلت معها. في عبارات كانت يعني صادمة أكثر من هذا الموضوع، ما بدي أقول صادمة يعني معبر عن المجتمع، لكن ما أخذت بس عشان يعني أجت بكل عفوي. يعني إذا كان ثم التقديس فالتقديس لله عز وجل، لكن حقيقة ارتديت هذا اللباس أولا لقناعتي في هذه المهنة، حقيقة أنا بحترم هذه المهنة، ولإيصال فكرة وهي تكلمت فيها في البداية بس بجوز يعني ما بدي أقول خطفت من البرنامج، يعني كانت لأنه بدايتها أنا وكان عندي نوع من الخربطة أول شيء، لأنه كنت معتمد برنامج مكتوب ونقاط محددة وكذا، فزحت من كل هذول وخشيت وين الآن أخذت منحة آخر، فبجوز دخلت معها. المسألة الثانية أنه كل صاحب مهنة إذا بختار مهنة ما لازم أنا أشعر بأنه هاي المهنة مش محترمة، خلاص أنا اخترتها لازم أدافع عن هاي المهنة ولازم أدافع عن استحقاقات ولازم أحترمها. المحاماة من المهن المحترمة جدا واللي يجب أن يحافظ عليها لأنه بتشكل دفاع عن الناس المظلومين، عن الناس كذا في أغلبها. يعني في ناس بيدافع الآن عن أقوياء، ليسوا أقوياء أصحاب حقوق، أقوياء متمرسين على الباطل ومدى. هاي كانت الفكرة، والإضافة لا يعني كانت رسالة لأخواننا في الأردن إنه هذا المجلس يأخذ خط الدفاع عن الناس. زي ما قلت في البداية كل مؤسسة كل مجتمع فيه عيوب معينة، لكن نقابة المحامين يعني ما بدي أقول مختفية أما الآن متواني شوية. هذه النقابة يجب أن تقود المجتمع، تقود النقابات الأخرى، لكن هي يعني متوانية عن القيادي، متعاون متوانية عن أن تقوم بدورها الحقيقي في المجتمع الأردني وفي تنظيم النقابة وفي تنظيم المهنة بشكل عام وتحديد استحقاقاتها وجعل يعني نوع من العدالة بين أعضائها حتى على الأقل. الفساد الآن يا أخي العزيز هو طرح ونخر في جسم المجتمع الأردني تحديدا صغارا وكبارا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الآن الفساد الفاسدين الكبار وخوفا من المتابعة أو الملاحقة أو الآن يعيثون أكثر فسادا ودخلوا الخبث في الصغار قبل الكبار. الآن الفساد الإداري أكبر من الفساد المالي. الموضوع مش واحد واثنين وعشرة وخمسطعش أخذوا كذا، الموضوع اليوم في كل دوائرنا وفي كل مؤسساتنا اللي الله بده ينقذه اللي الله بده يرحمه. في أشخاص كثر وموجودين في كل المواقع محترمين وبقولوا يا الله، بخافوا الله، بخافوا أولادهم، بخافوا على أسرهم، بخافوا أنه يعني زي ما بقول الاختياريات عندنا في الطفيلة تبين فيهم. اليوم مشكلة العامة خبث خبث عم. تيجي لمؤسسة انت بلدية انت أمانة إدارة أشغال، يا أخي أنت الآن بدك مطلوب منك تقدم هذه الخدمة لغازي الهواملي أو فلان، الآن أنت بدك تطلع ما بطلع إلا مصاري، لا لودر لا كذا، ما طبعا مع استثناء ما أتكلم على الكل. الآن تعال لدوائر الأشغال ومديرية الأشغال آلية ووزارات كثيرة، آليات متراكمة عبء لا يعلم الله، معطوبة أدوات زراعية، معدات، فوت أنت هيك فجأة هيك فوت على أي مديري وكذا وخش وراهم في الساحة وكذا، بتقول هي مزبلة هذه ولا محرقة ولا محرقة الزرقة هاي تبعت سيارات صايرة عندهم هون كثير كثير. وين في وزير عمل له جولي مع احترامي على مديريات ودوائر؟ وزير الأشغال مثلا ميداني ومحترم وكويس وعنده قرارات، لكن عنده عيوب لا يعلمها إلا الله.
منها أول شيء إنه حاط كل هالوزارة في جيبته، لا برد ولا بصد، حتى الموظفين مخوفهم. حتى وين؟ هو في ناس في جيبته عادي. شو هو ليش مسوي هيك؟ ليش؟ هذا كان من الطروحات امبارح، انه ما يقوم فيه النواب بصفه فرديه وكذا، احيانا هذا مؤثر على العمل الجماعي في التشريع وفي الرقابه، انه انا بدي اروح انا يحتويني فلان مشان شغله خاصه. هون المشكله الان، انه انا كيف بدي اراقب شخص الان وزير او مدير او امين عام او اداري او كذا، كيف بدي اراقبه واجيبه للتحقيق واجيبه للمسائل وحوله للجهات المختصه سواء قضاء او مكافحه فساد، وانا في نفس الوقت انا قاعد بدور على فساد عنده، بدي اخذ حق هذا الرجل مشان اعطيه لامي او لاختي او لمرتي او لابوي او لابني او لجاري. ويطلب منه هذا الامر، يطلب يوميا من المجتمع انه انا بدي كذا. اللي مركزي هذا طرح، اول شيء طرح جديد، طرح غير منضبط لغاية الآن. إيش بملكوا مجالس المحافظات هذولا اللي هو مسمى العرفي لا مركزي، قانون لا مركزي؟ إيش بملكوا الآن مجالس المحافظات من أدوات؟ ما عندهم لا باور ولا هاند بريك ولا زيت قلي، ما عندهم شيء. أقول لك ما عندهم طاولة يقعدوا عليها ولا كذا. لا، هذه فكرة مرحلة من الغرب، هي قد تكون فكرة محترمة وكذا لو أعطيت استحقاقاتها. إحنا إشكاليتنا ما في عندهم خط واضح، ما في عندهم خط واضح. هي الموضوع لكن قد تنجح مع المستقبل. والله أنا بالنسبة لي إحنا على هالمسموعات العامة وأهلي إحنا داولناه في هالأردن، كلنا كل ما تيجي لقعدي ليه ما تجيبوا وليد الكردي، ليه ما تودوا وليد الكردي، وليه ما تحطوا وليد الكردي. شوف دائما في مثل بقول اذا جنوا ربعك عقلك ما بينفعك. سيل بسيل كل الاردنيين الان ما في روس وغرف وليد الكردي. الله اعلم هو الزلمه هذا مجرم مو مجرم، الله اعلم مين لبس الفيلم، الله اعلم هو لبس الفيلم لحاله، الله اعلم مين اللي باعها كلها ترابها الاردن وكذا. هذا دخل في المساء. الان في ناس مثلا افراد معينين حتى عندنا في المجلس اللي رافقوه في العمل، والله ما بعرفه كيف شكله، حتى لو اشوفه على الصوره ما بعرف، بدافعوا عنه بيقولوا كان صاحب برنامج كذا. الان اللي شفته في الفتره الاخيره انه الحكومه اخذت اتجاه معين، انه احنا بدنا نسترد وليد الكردي ومش عارف ايش. ايضا في مقولات كثير الان وقرارات صادره في الاتحاد الاوروبي والانتربول كذا، لا ما بنسلمه، ما عليه قضيه ولا يعتبر قضيه ولا يعتبر قيد ولا قضيه تستوجب التسليم. وفي ايضا شروط للتسليم بين الدول، في اتفاقيات قضائيه واتفاقيات امنيه واتفاقيات تسليم. وبعدين لو جابوا وليد الكردي وشو يعني الموضوع؟ نحن في وليد الكردي يعني في اللي بيسولفون 100 مليون ولا 200 ولا 400 يا اخوي. انا سمعت انه في الفترات السابقه كان وليد الكردي الله يرفع عنه يهدي ويهدينا يروح على الأردن ويجي عادي وش اسمه، والله سمعت في السنوات السابقة وكذا، جزء من جديد لما صاروا هالناس يتذكروا وكذا. مو احنا مشكلتنا بتذكر شغلة وبننسى شغلات. احنا كنا مبارح اغلب الأردن لا بتكلم في الخبز والضريبة والضرائب والرواتب وما يجاوز 500 وما يقل عن 500 والسلع والخدمات والمحروقات والبنى التحتية. اول مبارح فطوا في سلافة عمان الجديد وكذا، كنا الحين ذهننا سارح مع عمان الجديد، كنا بدنا نرحل عمان الجديد. والله ما شاء الله دولتنا شيخهم. يعني بجوز يعني حتى يعني احنا بجوز شفنا هذا الامر واضح وجلي يعني في 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 صورة جلالة الملك، في كلام جلالة الملك لما تحدث في هذا الموضوع في مرحلة ما بعد الشأن اللي صار، والكلام اللي تحدثوا عن وجوب أن يؤخذ الحق. بجوز أنا شخصيا الآن كقانون اللي بشوفه أنه كان في استعجال في تركه، استعجال في تركه قبل أن تصدر الجهة صاحبة الاختصاص هذا الترك. يعني أن يقال أنه دبلوماسي من غير دبلوماسي، أو يملك حصانة دبلوماسية، أو يخضع لتلك القيود أو هذه، مش ملك الحكومة، ملك الآن النيابة العامة والقضاء. لو تأنوا شوي مع احترامي وخلوا هالقضاء الأردني النيابة العامة تقول أنه هذا الشخص لا يحاكم الآن،
يحاكم في دولته، يحاكم له مرجعية خاصة، لكنا اقتنعنا بأمر القضاء. احنا وإن كان في سلبيات تشوب القضاء احيانا، لكن هذه المؤسسة محترمة ومنضبطة إلى يعني حد كبير، ويجب أن نحافظ عليها جميعا، ويجب أن نشير إلى الأعباء البسيطة اللي فيها والمثالب اللي فيها بطريقة هندسية، بحيث أنه ما نأثر على زملائنا في القضاء على أخواننا في القضاء. هذه المؤسسة مهمة جدا. كان الأولى على الحكومة أن لا تنطلق هذه الانطلاقة السريعة، وأن لا تغطي التغطيات الغير مقنعة وغير منسجمة لا مع الواقع والقانون فيما لحق هذا الأمر، خاصة في جلستنا الخاصة ما بين الحكومة وما بين مجلس النواب في قاعة عاكف الفائز رحمة الله عليه اللي هو المدير. الآن بشكل عام الأوقاف في الأردن، وزارة الأوقاف، أنا بدي أقول كلمة، لو تصلح الأوقاف في الأردن لصلحت كل الأردن. إن تصلح الأوقاف في الأردن لصلحت كل الأردن. إن تصلح المؤسسة الشرعية والمرتبطة أكثر بالشرعية في الأردن تصلح كل الأردن. الآن هذا الـ الـ هذا الـ 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 الموروث الشرعي، هذا إحنا كنا مرتبطين وإن شاء الله نرتبط في المساجد. الآن كل واحد منا وإن كان مخالف وإن كان صاحب عيوب يرغب في أن تسير المسألة الشرعية على أصولها. بنحب إنه ديننا يظهر، بنحب إنه إحنا أولادنا يكونوا موجودين في المساجد، بنحب إنه يكونوا أولادنا قريبين من كتاب الله، بنحب وإن إيش أثرت علينا الدنيا وغلبتنا الدنيا وكذا. الآن الأوقاف يشار إلها بالبناء بسلبيات كثيرة، مع احترام وزير الأوقاف في كل الأمور. الآن نرجع لتحديدا لسؤالك في المساجد. أولا الأوقاف بدها تعلم إنه بيوت الله يقوم عليها الناس في الإنشاء وفي الصرفيات وفي المتابعة، يعني تندفع من اللجان مصاريها. الآن يا أوقاف عندكم صناديق كثيرة، يا أوقاف عندك منهج معين، أنت بتقول لي أنه أنا ما بدي أعين إلا إمام دارس الشريعة الإسلامية، بكالوريوس الشريعة الإسلامية، ما أتحت له الفرصة في التعليم مسبقا، مع احترامي، رغم وجود بعض البرامج كانت للتدريس وكذا، لكن ما كانت يعني مشغول عليها صح. انت بدك تقدم برنامج تأهيل او تشريع او تشغيل او كذا، بدك ايضا تحترم هذا البرنامج وتتابعه، مش تقول تعالوا هاي بدنا نسوي لكم دورة، واللي بده يلتحق في الشريعة الاسلامية وما بده يلتحق والشريعة، وهذا بصير يدل فذانه ويقول لك والله انا بكرة بتخرج شريعة، بكون متخرج مليون واحد، بتوظف ولا ما بتوظف. الان في اعباء في إدارة المساجد ومتابعتها، في مساجد بسرحا فيها القطاط والكلاب والحمير بعيد منك، لأنه إحنا مجتمع إذا ما احترمنا بيت الله لا يمكن أنه الله يوفقنا. يعني أنت شو معدل قبول بتقول مع احترامي وليش ما تتيح فرصة أقل خمس علامات مثلا وتأهله وتودي دورات ويحترمنا. الآن في كثير من الأئمة أيضا في حال غياب الإمام والخادم وآذن بيت الله عز وجل، في ناس بيأدوا مهمتهم وأحسن من الإمام، يعني في عيوب صح، بس في ناس بيأدي مهمته، من مجاورين المسجد ومن من الناس الساكنين في الحي عند المسجد، أغلب الناس هي اللي بتخدم بيوت الله، وإن شاء الله نخدم بيوت الله، ما في شيء يعني بيعيقني إن أنا أفوت أنظف حمامات مسجد لله عز وجل أو أقدم لها شيء أو أقدم لها كذا. بس الآن العيوب أن وزارة الأوقاف غير منضبطة وغير متابعة، ولا تعلم كثيرا بيوت الله ما يجري فيها، لا تعلم السرقات تدور في بيوت الله في اللجان في الصناديق في كذا، وإن علمت تريد هذا الفساد. نعم وزارة الأوقاف، لأنه اللي بده يشتري الحبل على الغارب معناته بده هذا الخبث يصير ويكون مش محترم. والله تجاه هذا الشخص للأمانة أنا يعني أكون صادق معه، بجوز الحين يقول لك لا والله ليش تحكي في غازي، والله أنا مش معاه في هذا الطرح. لا تعالج الأمور بهاي الطريقة، لا تعالج الأمور بهاي الطريقة. يعني إذا كل واحد منا اليوم بده يروح يزعل من مرته ولا من الحكومة ولا من قرار رفع ضريبة، كنا
ان نطبش كل شيء وهذا ما يخلي عمود كهرب غير كسره وهذا ماشي تعبير بس ماشي معك انا معك. بالعكس احنا مثلا طلبنا من رئيس الوزراء في اجتماع معين بدون ما يعرفوا اهلنا واخواننا اصحاب الشخص، احنا في تجمع لنواب الطفيلي للاماني اربع نواب واختنا في الكوتا ايضا نائب انصاف الخوالدي، إن تجمع مستمر ونعمل فيه بطاقة جماعية واحدة، ومن العلامات المميزة للنيابة في الطفيل المرة هاي، عرفت كيف؟ هاي ما كانت موجودة هذا الطرح في السابق، مش أقول لك إنه ما بلتقوا، لكن دافعنا عنه بطريقة هندسية، لكن رغم قناعاتنا الشخصية رغم كذا إنه يعني مش بالصورة هاي، يعني نصبر شوي نتأنى. أيضا في نفس الوقت أنه الدولة والكذا إذا واحد بقع تحت الضغط وكذا أيضا ما نجرم فيه، إحنا ما نجرم فيه، لكن هو علمنا في نفس اليوم اللي تكلمنا فيه مع رئيس الوزراء أنه يعني تم تكفيله أو السماح بإخلاء سبيل. في لقائنا أنا يعني تكلمت مع دولة الرئيس بوجود زملائنا وإخواننا وحتى اللي كانوا من خارج كتلة عدالة، تكلمنا معاه في يعني في الصبغة الشرعية للمسؤولية وللإدارة، مسؤوليتنا كنا أمام الله عز وجل، يجب أن نعي جميعا أنه ما إن لا مفر ولا مقر من ديننا، إذا أخذنا ديننا على الوجه الصحيح وعلى الوجه المحترم وعلى الوجه الذي يراه الدين حقيقة، والله غير ننجو جميعا. وإذا ظلينا على مسارنا برامج من خارج الدولة، برامج من صناديق النقد ومن البنوك الدولية ومن التحققات والاستراتيجيات الصهيونية المعلنة وغير المعلنة، سنتوه ونتوه جميعا، وحسابنا عند الله عظم، وأولنا هان الملقي. رمل الأنباء، قمر الحقيقة.